هاي جايز، معكم حصة من قناة حصة جيمز. اليوم فكرة الفيديو انه راح نشوف على التحديث الجديد. سو يعني هالتحديث الجديد نازل من زمان، بس يعني حبيت اليوم اوريكم التحديث اللي مو مع روبلوكس وشي. واصلا يعني اليوم حسيت اني فاضي، قلت خليني اصور حقهم لان حرام ما صرت اصور لهم. المهم يلا، واريد اقول لكم شيء، انا ما اخذت تلفون اليوم الجمعة والسبت والاحد تقريبا الساعة 3. المهم فاليوم اخذته عشان اليوم اعطونا اجازة الحمد لله. يلا اول شيء هذا هو اليخت، برويكم اياه سريع، بعطيكم جوله سريعه فيه لان انا صرنا اعرفه. هني اليلسه وهني صاله الملوش، قصدي هني نفس المكان وهني في مشروبات، في بيبسي، هني غرفه نوم وفي حمام، شوفوا. وهني بعد في كرسي، وهني المطبخ. انا انصدمه ليش المطبخ تحت، شوفوا هني طاوله الكرسي وش اسمه نسيت. المهم وهني المطبخ وهني فوق المركب يعني اللي يسوقون، يا ليت لو نقدر نسوق والله، ابى اسوق القارب شو اسمه اليخت، على الاقل لو كانوا نزلوا بيتي ديت او سيارة. المهم يلا خلونا نكمل. هني اليلسة، ايوه، وحتى هني بعد في يلسة، هني بعد في دار اقدر اكل مارشميلو، طيب مارشميلو سريع. هذا مارشميلو لذيذ. يلا يلا خلاص خلوا المارشميلو الحين. هني ما ادري، هني بعد في يلسة، وهني انا دوم احب اي فوق. المهم وبس يعني هذا هو القارب، وشوفوا شكله، وريتكم من اول فيديو قارب قبلية صار يعني أنا القارب. المهم وهذا أنا ما أعرف إذا تعرفونه بيدخلوني، هذا أتوقع جاكوزي، أو يعني يوم تدخلون تكون بشرتكم حبرة يعني السكيل مالكم أحمر. ركزوا شوفوا شوفوا، هني في نار. تعرفون شو أتوقع؟ أتوقع إن في بركان يعني بيخلون، والله ما أدري بس أتوقع لأن إحساسي كذي. هني في شلال، الله وايد حلو، أبى أروح فوق أشوف وين يا أبو. يعني مو قصدي كذي يعني، صعب بفهمكم اللي ما اعرف افهم الواحد اصلا، يعني اريد اروح الشلال اشوف اذا في زحليقه. الله ينادي يا نقدر نحط مخيمات، وفي بعد سنارة، أتوقع اسمه سنارة بس والله ما أدري. نقدر نصطاد سمك بس ما في سمك. وأبى أقول لكم شيء، تشوفون وبعد في شيء تروحون عند الباسكت، ما أدري شو اسمه يا ربي، سلة بعدين تروحون هذا بس حق الشاحنين 500، وبس شاحنين 500 اذا حبيتوا يعني تشترونه. يعني انا اقول لكم بالصدق شفته باليوتيوب وايد حبيته، حتى احسن من النجمه يعني مثلا انتم متخلين بيتكم جوست او يعني اشياء شي، يعني انتم بس تشوفوا باليوتيوب وكتبوا التحديث الجديد وبس جايز. هذا كان الفيديو، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، واذا تبوني اسوي 24 ساعه باليخت حطوا لايك عشان ادري اذا هذا الفيديو وصل. كم اعطيكم اي رقم عالي؟ اذا وصل هذا الفيديو 800 لايك او من الاف راح اسوي. واريد اقول لكم شيء، اقسم بالله اني راح اوعدكم الحين ان اذا وصلتوني 10000 راح ابين وجهي، حتى اهلي موافقين قالوا لي 10000. بس يلا بنشوف اذا انتم قدها او لا. يلا باي جايز، سو رجعت لكم مرة ثانية بس عشان بقول لكم هالشيء عشان ما يتكرر ألف مرة. البنات اللي يقولوا لي حصة ضيفيني بليز، أنا يعني والله أريد أضيفكم كلكم يا متابعين، بس يعني ما أقدر أضيفكم لأن الفرصة راحت، لأن زمان كان أتوقع عندي 18 مشترك أو شي. كل فيديوهاتي كنت أقول لكم ضيفوني حسابي وشي، يعني ما حد كان يضيفني، وبعدين أضافوني بنات الصف وأضافوني ربيعاتي وبنات يعني أعرفهم من زمان وبنات خالاتي وعماتي، والحين صار عندي 200 مشترك وما أقدر أضيفكم
وأسفة، وبس يعني guys bye.